مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بالخير وأهلا بكم في هذا العرض الإخباري. على مدار ساعتين نتعرف فيهما على أحدث التطورات والأخبار المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات وعلى حالة المرور وفي الشوارع والوضع الأمني. نتابع أيضا أسعار العملات والذهب ودرجات الحرارة، ونفتح لكم باب الاتصالات لمعرفة ما لديكم من أخبار ونتعرف على آرائكم في الأحداث. نبدأ هذا العرض بأهم الأخبار المتوقع مع الزميل محمد ماهر عقل. اهلا بكم محمد، صباح الخير. ضحى صباح الخير. ايه الاخبار؟ اخبار كويسه الحمد لله. لدينا الكثير من الاخبار، هنبداها مع مشاهدينا الكرام باخبار اليوم او ابرز العناوين. الرئيس محمد مرسي يبدا زياره رسميه لباكستان لبحث تطوير العلاقات السياسيه والتجاريه. وحزب المصريين الأحرار يكرم مئات من أمهات الشهداء ومصابي الثورة. وانطلاق أول رحلة طيران منخفضة التكاليف بين القاهرة وبورسعيد لتنشيط السياحة الداخلية. ومسيرة للأطباء من دار الحكمة وحتى مجلس الشورى للمطالبة بإقرار قانون الكادر. وأخيرا القضاء الإداري ينظر قضية المعاش المبكر في شركتي إديال وأوراسكوم. أما عن الأخبار المتوقعة في المحافظات فلدينا اللواء سمير عجلان محافظ السويس يزور منطقة عيون موسى لبحث مطالب أبناء المنطقة. ووزير التعليم العالي يزور جامعة المنيا ويفتتح أعمال التطوير في عدد من الكليات. مظاهرة لأصحاب البزرات السياحية في الغردقة ضد أصحاب الشركات الروسية. ووقفة لأهالي جنوب سيناء أمام قسم شرطة الطور ومديرية الأمن لمساندة جهاز الشرطة. وجامعة الفيوم تنظم قافلة للتنمية الشاملة والتنوير الثقافي بالوحدة المحلية لقرية ديسيا. وبالطبع سنتابع هذه الأخبار في جولتي المحافظات بعد موجز الثالثة عصرا والسابعة مساء. أما عن أهم الأخبار والتصريحات في الساعات الماضية، فكان ما أعلنه وزير الطيران المدني وائل المعداوي من أن عدد الركاب على شركة مصر للطيران زاد بنسبة 28% عن العام الماضي. وأضاف المعداوي في تصريحات للجزيرة مباشر مصر أن شركة سمارت للطيران المملوكة للدولة ستسير بدءا من صباح الغد 3 رحلات طيران أسبوعيا من القاهرة إلى بورسعيد بسعر 175 جنيها للفرد. أضاف أنه سيتم تسيير رحلات طيران من بورسعيد إلى الصين وتركيا والسعودية. هو لغاية الوقت اللي تخطط بورسعيد أنطاليا وبورسعيد بيروت تركيا. في تركيا ودي قريبة من اسطنبول يعني. وبورسعيد بيروت وطبعا بورسعيد القاهرة ذهابا وعودة باعتبار انها مربوطة ايضا بشبكة مصر طيران. يعني الراكب في بورسعيد يستطيع على تذكرة واحدة انه يحجز مثلا بورسعيد جوانزو في الصين، يجي ياخد رحلة طيارة سمارت الى القاهرة، وبعدين ياخد طيارة مصر الطيران من مطار القاهرة. من جانبه قال اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد إن تسيير رحلات طيران دولية إلى بورسعيد يأتي في إطار تنفيذ المنطقة الحرة في المحافظة. وأوضح أنه سيتم إنشاء العديد من المصانع في منطقة شرق التفريعة خلال الفترة المقبلة في إطار تنمية إقليم قناة السويس. اختيار طبعا يعني وزارة الطيران على إن يبقى أول رحلة تطلع من شركة سمارت من القاهرة بالضبط كده إلى مدينة بورسعيد، فده يعني تقدير نجله ونقدم شكرنا كأهل بورسعيد إلى معالي وزير الطيران. قدر الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل حجم العائدات التي يمكن أن تحصل عليها مصر من مشروع تطوير قناة السويس بأكثر من 100 مليار جنيه ومليون فرصة عمل على الأقل. وخلال مؤتمر آفاق التنمية لمنطقة قناة السويس الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، قال الوزير إن المشروع سيؤدي لخلق ظهير صناعي ضخم ونشأة مناطق صناعية كاملة في مدن القناة للاستفادة من الحركة التجارية الضخمة لقناة السويس وخدمتها. نصل إلى أضعاف هذا الرقم
بحيث لا يستغل أو لا تستغل قناة السويس فقط للعبور، وإنما استغلال يجب أن نستفيد بما يعبر قناة السويس من خلال خلق ظهير لوجستي، خلق ظهير صناعي تكنولوجي، يتم الاستفادة بكل ما يبر بقناة السويس. المؤشرات المبدئية تؤكد أنه قد يصل هذا الرقم اللي هو 5 وشوية مليار في حده النهائي بعد اكتمال المشروع، قد يصل إلى 100 مليار دولار، ويتم من خلاله توظيف ما يقرب. أكدت جبهة الضمير الوطني ثقتها في أن مصر تدار من خلال مؤسسة الرئاسة، نافية ما يتردد بأن مصر يتم إدارتها من مكتب الإرشاد. كما أكدت الجبهة أنها لا تشعر بدور حقيقي للحكومة في استعادة الأموال المنهوبة. الجبهة لا تشعر بدور الحكومة القائمة في تحقيق آمال وطموحات المجتمع عن طريق البدء في عملية إصلاح إداري ومالي واقتصادي واسع، أو في محاولة تحقيق توافق وطني، أو في مواجهة التدخل الأجنبي الواضح في الشأن المصري. وخصوصا بتدين الجبهة إدارة الحكومة لملف القرض من صندوق النقد بما أخرج الشعب المصري بصورة المتسول، بينما ما زالت الحكومة فاشلة في استعادة أموال الشعب المنهوبة أو مكاشفة الشعب بشكل واضح عن مواقف الدول التي تمتنع عن رد أموال. وأخيرا في أبرز التصريحات في الساعات الماضية، قال وزير الإعلام صلاح عبد المقصود إن مصر ستشهد مزيدا من الحريات الصحفية والإعلامية قريبا، امتدادا لقرارات سابقة تم اتخاذها بعد ثورة يناير. وأكد عبد المقصود في كلمته أمام منتدى الجزيرة السابع حول التحول الإعلامي في ديمقراطيات الناشئة، أكد أنه تم إلغاء القرار الخاص بتجميد منح تراخيص جديدة للفضائيات بهدف إلغاء كافة القيود على مصادر الكلمة المرئية. نحن نحاول أن ننقل الإعلام العام إلى إعلام خدمة عامة، ننقله من إعلام السلطة إلى إعلام الدولة، ومن إعلام الحزب إلى إعلام الشعب، وهذا ما فعلناه بالفعل. الذي يتابع الإعلام العام في مصر المملوك للدولة يلاحظ أنه إعلام الرأي والرأي الآخر، بل إن ثمة إحصائية تقول أن قوى المعارضة ظهرت في 3 أشهر الماضية بنسبة 65%، وقوى الموالاة بنسبة 35%. هذا يسعدنا ونتمنى أن تتاح الفرصة للجميع، لأن الثبات في مواقع السلطة ليس دائما، فلا بد أن نرسي قواعد يستفيد منها الجميع ويستفيد منها الجيل الحاضر والأجيال القادمة. دولة الدستور، دولة القانون، دولة الشفافية. وأظن أننا في اقتراح الشفافية يمكن أن نطبقه إن شاء الله. الدستور الذي أقر في أواخر ديسمبر الماضي نص على تشكيل مجلس وطني للإعلام في المادة 215، وأيضا نص على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام. الصيغة الأولى المجلس الوطني للإعلام، وهو المجلس الذي سيشرف على منظومة الإعلام المصري بقطاعيها العام والخاص، كذلك سيضمن هذا الإعلام أو المجلس سيضمن التعددية الإعلامية، عدم احتكار الإعلام لصالح تيار أو فصيل أو حزب. أيضا هو الذي سيمنح تراخيص القنوات والفضائيات والإذاعات والصحف. كانت هذه مشاهدينا الكرام هي أهم الأخبار والأحداث المتوقعة اليوم، وكذلك أبرز التصريحات التي قيلت في الساعات القليلة الماضية.